حنين، شيرة حنون ويدوب. ماكو ولد ولا أنطى منها. تفننوا فيها. جربناها مع الخبز المسمسم. أي شيء خفيف وناعم. تناسق النكهات. ولأن ناطع حنين كانوا يقدمونها باللوف للمعاريس أو ديوق العيد. سميناها خبيصة السفلي. كريسبي حنين. الشكر والخيل والزعفران. الدرابين الكويتية الهشة الخفيفة. غورميه كويتي. غورميه كويتي. ولا أروع من كذي. ماكو أحلى من الحلو، والحلو ياكل حلو. خنين شيرة حنون ويذوب، وماكو مثل حلوياتنا الكويتية اللي تحلي الريج وتطيب الخاطر. مزجناها بأفكار جديدة تزيد من حلاتها، ونقدمها لكم بطريقة مزهلقة وراقية. غورميه كويتي، يبنى حلوياتنا الكويتية الأصيلة ودمجناها مع أطباق عالمية معروفة. الأجبان أشكال ورناق، فتة، شدر، قشغوان، حلوم، طبو تخير، بس الرهشة واحدة، ولو تاكل منها نكس همّن تبي زود. فكرتنا اليوم رهش تشيز كيك من برنامج غورميه كويتي، دمج الحلويات الأوروبية مع الكويتية. ندمج التشيز كيك اللي طبعا معروفة كلنا نحبها، خصوصا هني بالكويت وايد يحبون التشيز كيك، بنضيف لها نكهة كويتية رهش دبس. مقاديرنا بتكون أي نوع بسكت تستخدمونه، أنا هني مستخدمة دايجستر، زبدة سايحة، هذا لتحضير الكراست. بعدها بحضر وصفة التشيز كيك عبارة عن ماي، جيلاتين باودر، سكر بودرة، كريمة طبخ أو كريمة نباتية مثل ما تحبون، كريم تشيز، رهش دبس. عندي هني وصفة القناش دارك شوكولت، أفضل 50 أو 60%، كريمة طبخ 35%، للديكور كاكاو باودر، كرامبيري، شوكولت. بنطبقها مع بعض خطوة بخطوة. خفيف ناعم. أول خطوة تطبيق الوصفة، راح نحضر مع بعض الكراست اللي هو الطبقة اللي تحت نحطها بالتشيز كيك. راح أضيف الزبدة على البسكوت، نخلط البسكوت مع الزبدة السايحة لما يكون كرامبلي. الحين باخذ فريم أنا حاطت له بلاستيك من قبل، بحط فيه الكراست اللي جهزته، بوزعه ما يكون وايد مرتفع عشان ما يكون ناشف لما لانه بتدخل فريزر بتتقطع، فراح يكون ناشف شوي اذا كان سميك، ابي يكون مو وايد سميك. بعد ما وزعت الكراست عدل، باخذ قفشه اضغط فيها على البسكوت والزبده ليه ما يتساوى. بعد ما حضرت الكراست راح أدخل الثلاجة أو الفريزر مدة 10 دقائق.
نحضر مع بعض الطبقة الثانية اللي هي تشيز كيك منكهة بالرهش. بحط أول شيء الكريم تشيز مع السكر. لو أنا الكريم تشيز عندي طري أكون مطلعتها قبل يوم، ما أحتاج أني أستخدم البادل أو المضرب الكف، الويسك فيني أشتغل فيه دايركت. بعدها بنزل عليه سكر البودرة، أشغل على سرعة خفيفة، شوي بزيد السرعة، بوقف وأحرك من فوق لتحت. أرجع أشغل المكسر. ثاني خطوة بنزل الرهش لأنه هو أجمد مكون بين مكوناتي كلها، همّن أحتاجه أنه يصير سوفت أكثر، فراح أنزل الرهش عقب ما انخلط الجبن مع السكر. أفضل نوع رهش هو رهش بالدبس حق الوصفة هذه عشان ما يزيد لكم كمية الشكر بالوصفة، نفس الوقت طعمه أطيب. بخلط على الخفيف لما تندمج المكونات كلها مع بعض، شوي أزيد السرعة. لاحظوا شلون اختفى الرهش واندمج مع المكونات الثانية. هالخطوة أقدر أضيف الكريمة وأنا أثناء الخلط، بس أول أحتاج أني أحرك شوي. وأنا قاعد أخلط على الخفيف راح أضيف الكريمة شوي شوي. أزيد السرعة شوي عشان تنخلط. نستمر بالخلط لغاية ما ناخذ قوام متجانس. بين فترة وفترة أحتاج إني أوقف وأحرك من فوق لتحت لأن المكونات اللي قاعدة أخلطها كلها ثقيلة. هذا قوام الرهش والسكر والزبدة. هالأثناء راح أخلط على الخفيف وأبلش أحضر الجيلاتين ماس، لأن إحنا الوصفة اللي قاعد نحضرها كولد تشيز كيك. راح أضيف الماء على الجيلاتين وأخلطهم شوي، أتركه كذي تشيز كيك انخلطت. بشيل جزء بسيط أول شيء عشان أضيف له الجيلاتين ماس، لأن إذا ضفته مرة واحدة بيتكتل. ألاحظ أن الجيلاتين ماس يكون طري، ما زال طري. أخلطهم عدل، أرجع أنزل باقي المكونات، باقي الخليط، أخلطها عدل عشان أضمن أن الجيلاتين ما يكون راكد تحت. خليط التشيز كيك صار جاهز. طالعوا قوامه شلون بتماسك، وانا بعد ما حطيته بالثلاجه لان نسبه الجيلاتين صح. الحين بيي اضيف الخليط على الكراست. عندي الكراست اللي كان حاطته انا بالثلاجه، بنزل خليط التشيز كيك على الكراست اللي انا سبق حطيته بالثلاجه او بالفريزر مثل ما تحبون. بعدها احطه بالفريزر لمن يتماسك واكمل باقي طبقه القناش والديكور. هذا شكل التشيز كيك عقب ما طلعت من الثلاجة. بنخليها ونحضر مع بعض طبقة القناش. أحلى كومبينيشن مع الرهش هو الشوكولات، فراح نحضر القناش عبارة عن دارك شوكولات مع كريمة طبخ بنفس النسبة متساوية. بندخل الكريمة والشوكولات الميكروويف
نحركها كل 30 ثانية عشان لا يحترق الشوكولات. بعدها نتركها يبرد القناش ونزين فيه الكيكة. هذا شكل القناش وقوامه بعد ما طلع من الميكرويف. بنزله على الكيك لأنه لو كان حار بيسيح للكيك. بنزل شوية من القناش على الكيك. أوزعه. كومبينيشن الرهش مع الشوكولات خطير. بعد ما وزعنا القناش على سطح الكيكة بننطره شوي يشف أو يجمد، وعقب بنضيف كريمة الشوكولات. أبلش خلط الكريمة على الخفيف. بعد ما خفقنا الكريمة قوامها الخفيف كذي، بي أخذ شوية من الكريمة أنزل عليها القناش اللي سبق سوينا مع بعض، أخلطهم أضيف عليهم باقي الكريمة. هني لاحظوا ان انا ما قاعد استخدم الويسك ابدا، قاعد استخدم السباتولا عشان انا ما ابي الكريمه عندي تشد زياده، واخلط على الخفيف عشان لا تصير وايد ناشفه. كذي صار عندي كريمه شوكولات للتزيين. بعد ما جهزنا الكريمه بركب النوزل داخل البايبنج باج، احطه داخل واقص الجزء اللي تحت عشان ينفصل معي، واضمن انه يكون ثابت. احط الكريمه داخل. نضغط ضغطه خفيفه عشان ناخذ ديكور صغير، اذا بكبر راح ازيد اضغط. أنا باخذ الديكور كورنر بي، أخذ شوكولات شيبس اللي أنا كنت مجهزتهم أخذ كرنبيري باخذ كاكاو بودرة أكتها فوق الكيك هذا كان تطبيق وصفتنا اليوم تشيز كيك الرهش، إن شاء الله تكون عجبتكم. ماكو أحلى من الحلو. والحلو ياكل حلو. خنين شيرة حنون ويذوب.